أيها الأحباب والأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه السلسلة الجديدة من أحاديثي العلمية، سأتحدث إليكم عن نظرية النسبية العامة، The Theory of General Relativity. هذه النظرية التي كان قد نشر أول أبحاثها ألبرت أينشتاين في عام 1915. لقد جاءت نظرية النسبية العامة تعميما لنظرية النسبية الخاصة. نظرية النسبية الخاصة كما نعلم عالجت الحركة، موضوع الحركة بسرعة ثابتة، أي بدون تسارع، بمعنى أنها عالجت الحركة دون تأثير قوة، وإنما الحركة المنتظمة. نظرية النسبية العامة أرادت أن تعالج الحركة المتسارعة، بمعنى تأثير القوة. وقد كان في ظن أينشتاين، أو الهدف الذي فكر فيه أينشتاين، هو تعميم النسبية العامة، النسبية الخاصة، لكي تشمل قانون الجاذبية. قانون نيوتن في الجاذبية كما تعلمون يقول أن كل جسمين في الكون يجذب أحدهما الآخر بقوة تتناسب طرديا مع حاصر ضرب كتتيهما، وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. هذا قانون نيوتن في الجاذبية. هذا القانون لا يتفق مع نظرية النسبية الخاصة. نظرية النسبية الخاصة تجعل من سرعة الضوء السرعة العظمى. سرعة الضوء في الفراغ هي السرعة العظمى لأي إشارة تنتقل بين نقطتين في الكون. قانون نيوتن في الجاذبية، قانون الجذب العام، يقضي بأن تكون السرعة بين أي نقطتين سرعة لا نهائية. انتقال الجاذبية، انتقال التأثير الجاذبي بين نقطتين بحسب قانون نيوتن في الجاذبية يكون بسرعة لا نهائية، أو ما يسمى action at a distance، التأثير عن بعد. بالتالي قانون نيوتن في الجاذبية لا يتوافق مع نظرية النسبية الخاصة. في النسبية الخاصة الزمان والمكان مندمجين متداخلين مع بعضهما فيما يسمى الزمكان، الزمكان space time. والزمكان كلمة منحوتة من زمان ومكان يجتمعان مع بعضهما. بمعنى في نظرية نيوتن للجاذبية الزمان منفصل عن المكان، والزمان مستقل، بمعنى وكأنه تيار يجري بالتساوي في أرجاء الكون دون أن يكون هنالك يعني أي تأثيرات عليه وعلى سرعة تبدله من أي قوة أو أي مجال آخر، ولا علاقة له بالمكان. هذه في نظرية نيوتن للجاذبية، ونظرية نيوتن في الحركة أيضا. طيب، ها هنا مفارقة. لا يمكننا إذن أن نعتبر أن قانون نيوتن في الجاذبية صالح للتعامل في إطار التصور الجديد للزمان والمكان، الزمان والمكان المتداخل. فما الذي فعله أينشتاين لكي يرسي دعائم فكرة جديدة ونظرية جديدة يتوافق فيها تصور الجاذبية مع النسبية الخاصة؟
ومبادئ النسبية الخاصة. لاحظ أينشتاين الملاحظات التالية: أننا لنفرض لو كنا في فضاء خالي تماما من الجاذبية، بعيدا جدا عن النجوم وعن الكواكب، في الفضاء الخالي لا توجد أي قوة مؤثرة على 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 أجسامنا، ولنقل أننا كنا في مركبة فضائية، عندئذ فإننا لن نشعر بالجاذبية تماما، سنشعر في حالة فقدان وزن تام، وبالتالي لا تؤثر علينا أي قوة خارجية، بالتالي نخضع لما يسمى بقانون النسبية الخاصة، فضائنا راح يكون نسبية خاصة، ممكن أن نكون ساكنين، ممكن أن نتحرك بسرعة ثابتة دون أن تؤثر علينا قوة خارجية. طيب الآن لو فرضنا أن المركبة الفضائية بدأت تتسارع باتجاه ما، ولنقل إلى الأعلى مثلا، يعني هذا علما أنه الأعلى والأسفل واليمين واليسار نسبية، يعني في النقل الاتجاه الذي تتسارع فيه المركبة الفضائية نسميه إلى الأعلى، عندئذ أرض المركبة الفضائية ستبدو وكأنها تجذبنا إليها. لو تسارعت المركبة الفضائية بحوالي 10 متر في الثانية لكل ثانية، فإننا سنشعر وكأننا نعيش على الأرض، لأننا سنشعر بقوة الجاذبية، قوة تجذبنا إلى أرض المركبة، والمركبة ترتفع. في حقيقة الأمر المركبة تتسارع، تتحرك بتسارع، فكأننا نعيش في مجال جاذبي في الوقت الذي هو ليس مجال جاذبي، في الوقت الذي هو حركة، هو تسارع. كذلك لو فكرنا في حالة السقوط الحر، ولو تخيلنا أن مصعدا مثلا أسانسير يسقط سقوطا حرا، فإن الأجسام التي في داخله ستعاني من انعدام الوزن، أي أنه يكون وكأن الحالة في داخله كما لو كانت في فضاء خالي تماما من الجاذبية. ولما كان الجسم الساقط سقوطا حرا هو في حالة تسارع أثناء سقوطه، فإن هذا ما يؤشر إلى تكافؤ الجاذبية وحالة الحركة المتسارعة. من هذه الملاحظة استنتج ألبرت أينشتاين أن الجاذبية ممكن أن تكون مكافئة للتسارع، ووضع هذا المبدأ أن الجاذبية مكافئة موضعيا للتسارع. لماذا أضاف موضعيا؟ هو أضاف موضعيا لأن قوة الجاذبية قوة تؤثر على الجسم من نقطة، من مركز، بينما التسارع لا يؤثر من مركز، وإنما يؤثر على كل المركبة أو أرضية المركبة تبدو وكأنها في مجال جاذبي. الجاذبية مكافئة للتسارع موضعية، أو التسارع مكافئ للجاذبية موضعية لوكالي. هذا يسمى مبدأ التكافؤ، سماه ألبرت أينشتاين مبدأ التكافؤ، وعليه بنى فكرة أنه بالإمكان استعاضة عن الجاذبية بالتسارع. من جانب آخر لاحظ ألبرت أينشتاين أن هنالك متطلب فيزيائي يقتضي بأن تكون قوانين الفيزياء في المنظومات المتحركة بسرعة ثابتة أو بسرعة أو بتسارع، أن تكون هذه القوانين نافذة
ومتكافئ. وهذا وهذا المبدأ سمي بمبدأ النسبية العامة. لماذا؟ يقابل مبدأ ذكرناه سابقا في محاضراتنا عن النسبية الخاصة، في أحاديثي عن النسبية الخاصة ذكرت أن ألبرت أينشتاين لكي يجعل قوانين الفيزياء واحدة في كل بالنسبة لكل المنظومات المتحركة بسرعة ثابتة وضع هذا القانون، قانون النسبية الخاصة. إنما هنا نحن ليس لدينا فقط منظومات تتحرك بسرعة ثابتة، وإنما لدينا ممكن منظومات متسارعة. لذلك وجد أن من الضروري القول بأن يجب أن تكون قوانين الفيزياء متكافئة في جميع المنظومات المتحركة بسرعة ثابتة أو متسارعة. لماذا؟ لأن التسارع هو مكافئ أيضا للجاذبية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.